بنهاية الحرب بين المختار ومصعب بن الزبير نزل المختار الثقفي بنفس الأرض المعركة، وهنا صارت حادثة صغيرة لكن بها عبرة كبيرة. المهلب مستشار مصعب قال للمختار نزل للميدان واحتمال كبير يطلبك للنزال، وطبعا هم اثنينهم يعرفون شنو المختار وشنو بطولاته، وعليه لازم يبعدون نفسهم عن المنازلة لكن بطريقة مناسبة. وهنا المهلب أشار على مصعب أن يأمر الجيش بالهتاف وقرع الطبول حتى ما حد يسمع المختار إذا حكى وطلب المبارزة مع مصعب، وفعلا نجحت الفكرة وفلت منها مصعب بن الزبير. وهاي الحادثة بالضبط تشبه اللي جاي يصير اليوم بين السيد الشهيد محمد الصدر وأعدائه. أعداء السيد الشهيد دائما يتعكزون على الضجة الإعلامية اللي تمنع وتحجب الرؤية وتكون حاجز بين الجماهير بصورة عامة وبين حقيقة آل الصدر، لأن إذا صفى الجو وظهروا بيت الصدر على حقيقتهم وبانت مظلوميتهم، الجهة المقابلة راح تكون بإحراج شديد. يعني مثلا إذا صارت مقارنة بينهم وبين مؤلفات السيد الشهيد العلمية، بيش راح يقابلون السيد وهم كل مؤلفاتهم فقهية فقط؟ أو مثلا عن الحركة والتاريخ الجهادي والمواقف الوطنية وهداية الناس وهواي أحداث كان موقفهم بيها مخجل، هاي إذا كان لهم موقف أساساً. ولذلك تشوفهم بين فترة وفترة يجيبون تهمة جديدة للسيد الشهيد وآخرها مسألة أنه السيد الشهيد عميل ومرجع السلطة، وكل هذا طبعاً حتى تبقى المبارزة بعيدة عنهم وعن عجزهم أمام السيد، وحتى تبقى الناس ملتهية بهذا الأمر وتنسى شنو إنجازات السيد الشهيد. لكن ما يعزي هذه الأسرة الشريفة وأتباعهم المظلومين هو ما قالته أهل الشام عن الإمام علي عليه السلام: وهل كان علي يصلي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.